أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار وأبرز ما فيها. بعد مرور 100 يوم على العدوان، قوات حفتر تفشل في الميدان وتخلف خسائر بشرية جاوزت الألف قتيل. الرئاسي والأعلى للدولة يدينان تفجير الهواري ويقولان إن الحرب على طرابلس وفرت المناخ لعودة الإرهاب. المكونات الاجتماعية بمرزق تتفق للمرة الثانية على وقف إطلاق النار وإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة. أهلا بكم إلى التفاصيل. يصادف اليوم الجمعة 12 من يوليو مرور 100 يوم على إعلان خليفة حفتر بدء عدوانه على طرابلس والذي أسماه الفتح المبين في 4 أبريل الماضي. وشهدت 100 يوم أحداثا عسكرية متعددة ومعارك عنيفة حققت من خلالها قوات الوفاق تقدمات كبيرة مقارنة بالأيام الأولى، كان أبرزها السيطرة على غريان في 26 يونيو. 100 يوم منذ بدء العدوان على طرابلس شهدت خلالها أحداثا عسكرية متعددة ومعارك دمية واشتباكات متواصلة بين قوات الوفاق ومسلحي حفتر راح ضحيتها قتلى وجرحى بالعشرات من المدنيين، إضافة إلى تهجير الآلاف من سكان مناطق خطوط النار في محيط العاصمة. كانت البداية في 4 أبريل عندما أعلن خليفة حفتر في تسجيل صوتي حربه على طرابلس مطلقا عملية الفتح المبين لتحرير العاصمة من الإرهاب وفق تعبيره. لقد دقت الساعة وآن الأوان وحان موعدنا مع الفتح المبين. قوات حفتر سيطرت على غريان في أولى تحركاتها وأصبحت مقرا لعملياتها العسكرية في المنطقة الغربية بقيادة عبد السلام الحاسي بعد دخولها بالتنسيق مع كتيبة عادل إدعاب التي أعلنت ولاءها لحفتر في تلك الفترة، فيما أعلنت إحدى كتائب صرمان أيضا ولاءها للكرامة وتقدمت صوب بوابة 27 غرب طرابلس في محاولة لدخول العاصمة من الغرب. غير أن معطيات المعارك سرعان ما تغيرت على الأرض بعد أن أسرت قوات الوفاق بمدينة الزاوية فصيلا كاملا تابعا لحفتر كان متمركزا في بوابة 27 وسيطرت على كامل عتادهم وآلياتهم. أما جنوب طرابلس فتقدمت قوات حفتر القادمة من ترهونة بقيادة اللواء 7 المعروف بالكنيات إلى مناطق قصر بن غشير وسوق الخميس وصولا إلى معسكر اليرموك مدعومين بقوات من كتيبة طارق بن زياد واللواء 106 بقيادة صدام حفتر، فيما وصلت قوات أخرى قادمة من غريان إلى العزازية ومن ثم تمركزت في منطقة السواني في محاولة للتقدم نحو العاصمة من طريق الكريمية. ورغم التعزيزات العسكرية المصحوبة بضربات جوية في الأيام الأولى من الحرب انطلاقا من الوطية، إلا أن هذه القوات لم تتمكن من تحقيق هدفها بعد صد جميع تقدماتها من قبل قوات الوفاق التي ظلت في مرحلة دفاع لأيام قبل أن تشن هجماتها لإرجاع قوات حفتر إلى الوراء. محاور القتال في مناطق عينزارة والسواني واليرموك شهدت معارك عنيفة نتج عنها سيطرة قوات الوفاق على كامل عينزارة وإرجاع قوات حفتر من السواني إلى الهيرة أسفل غريان، إضافة إلى إحراز تقدمات في مناطق السباعة ومطار طرابلس. ويعتبر محور عينزارة والمطار من أعنف محاور القتال في حرب العاصمة، حيث حاولت قوات حفتر السيطرة على عينزارة في أكثر من مناسبة كونها المنطقة الأقرب لوسط طرابلس، غير أنها خسرت المعركة وتراجعت إلى وادي الربيع. وبعد مرور 85 يوما على بدء العدوان على طرابلس أعلنت قوات الوفاق سيطرتها الكاملة على غريان المعقل الرئيس لقوات حفتر،
في معركة استمرت 6 ساعات تمكنت خلالها من السيطرة على غرفة عمليات الكرامة وطائرات دون طيار، إضافة إلى معدات وأسلحة وصواريخ جافلين الأمريكية والتي أعلنت فرنسا مؤخرا إرسالها إلى ليبيا. وتعتبر السيطرة على غريان أحد أبرز الأحداث العسكرية خلال 100 يوم من الحرب على طرابلس، حيث تعد المدينة خط إمداد رئيسي لقوات حفتر، فضلا عن كونها المركز الرئيس لإدارة العمليات التي لم تنجح في اقتحام العاصمة خلال 100 يوم من بدء العدوان. وينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس مراسلنا عبد الوهاب المطان. أهلا بك، ما هي أبرز التطورات الميدانية التي حدثت خلال 100 يوم في طرابلس؟ نعم، رفع ربما نستطيع القول أن بعد 100 يوم على طرابلس أصبحت على الحرب على العدوان على طرابلس أصبح قوات الوفاق بعد أن كانت هي المدافعة وهي التي تحاول الدفاع عن طرابلس، اليوم نستطيع القول أن قوات الوفاق هي من تتحكم في سير المعركة. قوات الوفاق بعد انتقالها من الدفاع إلى الهجوم حاليا هي من تحدد سير المعركة، وقوات حفتر هي من تحاول باستماتة حاليا الدفاع على تمركزاتها التي سيطرت عليها خلال المدة الماضية، ولكن قوات الوفاق حاليا يعني كما قلت لك وأؤكد على ذلك هي من تحدد سير المعركة وهي المهاجمة، فيما تحاول قوات حفتر الدفاع عن تمركزاتها. ولعل السيطرة على مدينة غريان هو أبرز حدث خلال 100 يوم، وذلك من خلال السيطرة على غرفة العمليات الرئيسية لقوات حفتر. نعم رفع. طيب، بالحديث عن الخارطة الجغرافية أو الخارطة الميدانية على الأرض في محاور القتال في العاصمة طرابلس، من يسيطر على ماذا؟ نعم رفع، الخارطة الميدانية للحرب على طرابلس أو للحرب في جنوب طرابلس يعني نستطيع القول أن قوات الوفاق حاليا يعني تسيطر على كانت قوات حفتر تسيطر على أجزاء كبيرة من طريق المطار وكذلك منطقة السواني وكذلك عدد من المناطق الأخرى. فحاليا كانت دعنا نبدأ بالمحور، محور المطار هو الأول، كانت قوات حفتر تسيطر على عدد على أجزاء من طريق المطار، كوبري المطار ومنطقة السواني وكذلك منطقة الرملة وكذلك منطقة السبيعة ومنطقة العزيزية. في هذا المحور حاليا قوات حفتر لا تسيطر إلا على أجزاء بسيطة من مطار طرابلس، بينما قوات الوفاق سيطرت على باقي المناطق جميعها من الرملة إلى السواني إلى كوبري المطار. قوات حفتر حاليا كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من منطقة العزيزية، حاليا هي بالكامل تحت سيطرة قوات الوفاق، كذلك أجزاء كبيرة من منطقة السبيعة المطلة على منطقة قصر بن غشير، حاليا قوات حفتر تواجدها الكبير في منطقة قصر بن غشير، كذلك كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من منطقة عنزارة، حاليا لا تسيطر إلا على بمحور عنزارة، كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من محور من منطقة عنزارة، حاليا لا تسيطر إلا على أجزاء بسيطة منه أبرزها الاستراحة الحمراء وما يعرف في شارع غزة. هذا بالنسبة لي. كذلك محور وادي الربيع، قوات الوفاق تقدمت تقدمات كبيرة في هذا المحور، وتقريبا نستطيع القول أنها خلال يعني تقريبا على سمافرو او ما يعرف بالاشاره الضوئيه لطريق المطار هي ما تسيطر عليها قوات الوفاق الى حد الاشاره الضوئيه تقريبا يعني. نعم. طيب بعد 100 تفضل. نعم. عبد الوهاب تفضل. هذا بالنسبة كما قلت لك يا رفع للمحاور التي جنوب العاصمة طرابلس، كذلك مدينة غريان هي المقر الرئيسي لغرفة عمليات قوات حفتر تحت سيطرة قوات الوفاق بالكامل، يعني نستطيع القول أن ما نسبته حوالي
70% من المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات حفتر حاليا خسرتها بالكامل، ولا تسيطر ولا تدافع إلا على منطقة مدينة ترهونة ومنطقة قصر بن غشير ومنطقة سوق الخميس مساحل وجزء بسيط من منطقة السبيعة. حاليا هي ما تدافع عليها بشكل كبير بالنسبة لقوات حفتر. نعم. إذا بعد 100 يوم على عدوان طرابلس، قوات الوفاق تسيطر على مناطق جديدة، إضافة إلى أنها لا تزال تحافظ على تمركزاتها. بالحديث عن الأوضاع الإنسانية في طرابلس وعبد الوهاب، كيف تبدو الأوضاع الإنسانية في المدينة؟ يعني الأوضاع الإنسانية في المدينة بعد 100 يوم على العدوان على طرابلس، ربما أبرز شيء هو يعني زيادة أزمة الكهرباء ما أدى إلى انقطاعات الكهرباء بشكل كبير، حيث هناك هي مشكلة في الأصل في الكهرباء، ولكن العدوان على طرابلس أدى إلى مشكلة كبيرة جدا في الكهرباء، كذلك إلى انقطاع في التيار في المياه بين الفينة والأخرى على طرابلس وعلى عدد من المناطق الأخرى. حاليا الأوضاع الإنسانية في العاصمة طرابلس داخل العاصمة الحياة تسير بشكل طبيعي شبه طبيعي، ولكن أزمة الكهرباء وكذلك أزمة الكهرباء وانقطاعات الكهرباء المتكررة أدت إلى أزمة في البنزين نتيجة انقطاع الكهرباء، فأدت إلى طوابير البنزين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي على محطات البنزين، فكذلك أزمة أخرى ربما بين فينة الأخرى كما قلت لك في المياه انقطاعات المياه نتيجة الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. هذا بالنسبة للحياة العادية في داخل طرابلس. أما بالنسبة للحياة العادية في داخل طرابلس، المحلات والمحال التجارية والمقاهي المفتوحة، كذلك بالنسبة للنازحين، هنالك النازحين لازالت معاناتهم مستمرة بالنسبة لاحتياجاتهم الخاصة، وكذلك بالنسبة للمناطق التي التي يقطنونها مراكز الإيواء التي يقطنها النازحون، هي أيضا لم تعد لاستقبال النازحين لفترات طويلة، فهنالك معاناة، هي مدارس خصصت لهم أو عدت لاستقبالهم، ولكن معاناة كبيرة لديهم نتيجة بقائهم في هذه المدارس لمدة كبيرة. نعم رفع. طيب هل لديك إحصائية ثابتة لأعداد القتلى والجرحى من المدنيين حتى الآن؟ والله بالنسبة للأعداد رفع لا يوجد عدد رسمي من وزارة الصحة أو من طب الميدان صدر عنهم بشكل رسمي، ولكن بحسب يعني منظمة الصحة العالمية قالت أن عدد القتلى نتيجة الهجوم على طرابلس هي حوالي 1050 قتيل بينهم 106 مدني. أما بالنسبة لعدد الجرحى فتقريبا بحسب هذا الإحصائيات بحسب منظمة الصحة العالمية عدد الجرحى تقريبا 5560 جريح تقريبا، وبينهم 290 مدني تقريبا، يعني هذه الأعداد التقريبية. طيب عبد الوهاب، ما هي الانتهاكات التي أقدمت عليها قوات حفتر خلال 100 يوم من العدوان على طرابلس والتي وثقتها خلال التغطية؟ نعم رفع، أبرز الانتهاكات ربما في المقام الأول وهو الانتهاك الذي حدث منذ بداية الهجوم على طرابلس هو التسبب في إجلاء عدد كبير من العائلات التي أصبحت نازحة منذ بداية العدوان على طرابلس، كذلك مقتل عدد من المدنيين نتيجة القذائف العشوائية وقصف الطيران خاصة على مناطق كجورة وأبو سليم والهضبة وصلاح الدين، ولعل أبرزها أو الذي أخذ حيز كبير خاصة في وسائل الإعلام هو قصف الطيران لمركز اللاجئين في منطقة تازوران، لاجئين غير شرعيين، ما تسبب في مقتل عدد كبير منهم وكذلك جرح عدد آخر، كذلك مقتل عدد من المدنيين منهم أم لطفل في تاجوراء نتيجة قصف جراد، كذلك إصابة ومقتل عدد من العائلات في منطقة أبو سليم نتيجة قصف الجراد أيضا. هذه هي أبرز الانتهاكات التي عملتها قوات حفتر، كذلك احتراق وتدمير عدد كبير من المنازل والممتلكات الخاصة والمزارع خاصة في مناطق
عين زارة وأسواني وكذلك في وادي ربيع والرملة. هذه المناطق شهدت احتراق وتدمير عدد كبير من المنازل والممتلكات الخاصة وكذلك المزارع، خاصة أن مناطق وادي الربيع وكذلك الرملة وأسواني هي مناطق يعني نستطيع القول أنها مناطق زراعية، مزارع كبيرة فيها وتعتمد عليها مدينة طرابلس بشكل كبير جدا في الخضروات والفواكه. كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس مراسلنا عبد الوهاب بن ميطان، شكرا جزيلا لك. هذا وتعرضت مدينة طرابلس منذ العدوان عليها قبل 100 يوم لجملة من الأضرار المباشرة التي ترتبت عنها خسائر مادية قدرت بحوالي 4 مليارات دينار. وتعتبر أرقام هذه الخسائر التي لحقت باقتصاد الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مبدئية، لأن عمليات حصر الأضرار في كافة المناطق لم تستكمل بسبب استمرار الاشتباكات. 100 يوم منذ بدء العدوان على طرابلس في 4 أبريل الماضي، تكبدت خلالها العاصمة خسائر مادية كبيرة قدرتها لجنة الأزمة في طرابلس المركز بحوالي 4 مليارات دينار، منوهة إلى أن تحديدها بدقة ليس ممكنا في ظل استمرار الاشتباكات. الأضرار المباشرة لهذه الحرب توزعت على قطاعات حيوية عدة، أولها قطاع الكهرباء، حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء تكبدها خسائر وصلت إلى 61 مليون دينار، وتوقعت أن يصل المبلغ إلى 1.380 مليار في حال تمكنت فرقها من دخول مناطق الاشتباكات وحصر الأضرار فيها. وبحسب الشركة فإن هذه الخسائر نتجت عن أضرار في خطوط نقل الكهرباء الرئيسية جنوب طرابلس وإصابة كوابل الضغط العالي ودوائر تحويل الطاقة. أما قطاع النفط فكان له نصيب من خسائر العاصمة أيضا، حيث تعرضت مرافقه في المدينة إلى 4 استهدافات مباشرة دمر على إثرها مقر شركة شمال إفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي ونهب بالكامل، ودمر أيضا مخزن لشركة مليتا في منطقة تجراء جراء استهداف مباشر إلى جانب تضرر مساحة النفط ومستودع شركة البريغا بطريق المطار نتيجة سقوط قذائف عليهما. البنية التحتية بدورها تعرضت لضرر مباشر في كل مناطق الاشتباكات في محيط العاصمة، فاستخدام الأسلحة الثقيلة في تلك المناطق أدى إلى تدمير أكثر من 18,000 وحدة سكنية و 15,000 محل تجاري دون حصر المباني التي ما زالت تقع في خط النار. وبالتأكيد فإن الطرق وشبكات المياه والاتصالات نالت نصيبها من الضرر أيضا، فيما تعرضت في مايو الماضي غرفة المراقبة المركزية التابعة لجهاز النهر الصناعي للقصف المباشر، ما أدى إلى عجز عن قياس ضغط وتدفق المياه ورحيل شركة صيانة تونسية. من جانب آخر، أدى نزوح كتلة بشرية كبيرة من مناطق الاشتباكات إلى تعطل الوظائف والنشاط التجاري، وبالتالي تراجع لا شك فيه في الناتج المحلي غير النفطي الذي كان يمثل في الأوضاع الاعتيادية 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب تصريح لوزير الاقتصاد المفوض علي العساوي، فإن الوزارة كانت تعمل على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2% هذا العام، غير أن الحرب على طرابلس عرقلت ذلك. ولم تعرقل الحرب نسب النمو فحسب، بل عرقلت أيضا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان ينتظر استكمال بنوده هذا العام، وأدت إلى زيادة أسعار العقارات في الأماكن الآمنة في العاصمة وما جاورها من مدن، بالإضافة إلى زيادة ديون ليبيا للعلاج في الخارج، حيث تجاوز عدد حالات الجرحى في الخارج 1000 حالة. وينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي فرج دردور، أهلا بك. بعد 100 يوم من فشل سيطرة حفتر على طرابلس، كيف تقرأ المشهد الآن؟ أولا مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. المشهد واضح حقيقة، يعني الهزيمة قوات الكرامة يعني تقررت يوم 4 أبريل، للأسف الشديد لم يقتنعوا بهذه الهزيمة، لأن كان من المفترض أنهم وفق ما خططوا هم وحتى بعض الدول الكبرى مثل فرنسا بأن في خلال ساعات سوف يجتاح العاصمة طرابلس ويستولى على السلطة ويقوم بخطبته التي عدها في ميدان الشهداء. هذه لم تتحقق وتم هزيمته، وبالتالي
كان من المفترض عندما الإنسان يهزم أن يتراجع خطوة ويبحث عن بدائل أخرى غير سفك الدماء. للأسف الشديد هذه العقلية العسكرية التي تنتمي إلى ثقافة الخمسينيات من هذا القرن هي عقلية دموية لم تكتفي بهذه الهزيمة وإنما استمرت في سفك الدماء. الآن لن يستطيعوا دخول طرابلس، ولكن كل ما يقوم به هو مزيد من القتل، مزيد من الدمار، مزيد من التخريب. هذا هو الموجود حقيقة، هذا ما نلاحظه. أيضا فضائح صارت كل يوم يعني تظهر، وخصوصا بعد تحرير غريان اتضحت فضائح كثيرة، ودول كبرى مثل فرنسا متورطة بشكل مباشر في قتل الليبيين، دول عربية أيضا إقليمية. وبالتالي يعني هذا هو المشهد، المشهد هو عبثي إجرامي بكل ما تعني الكلمة، جريمة تشترك فيها عدة دول ضد شعب حقيقة يتطلع للحرية ولا يريد يعني نظام دكتاتوري، يتطلع إلى يعني أن يكون مثل أي شعب آخر. نحن لا نريد الكثير، نريد أن على الأقل نكون أحرار مثل العالم. هذا كل حقيقة الآن يحارب بكل قوة وهذا الموجود، لكن أنا أثق تماما أن هذه الطغمة حقيقة لن تنتصر، على الرغم من أن الفاتورة باهظة وأن العملية. طيب بالحديث عن الدول، كيف تابعت التغيرات يعني السياسية في يعني السياسة الدولية تجاه عدوان حفتر يعني على طرابلس؟ سيد دردور، بالحديث عن الدول يعني ومواقف بعض الدول، كيف تابعت التغيرات السياسية الدولية تجاه عدوان حفتر على طرابلس خلال 100 يوم؟ هو حقيقة لعل التغير الواضح الأبرز هو ما حصل لفرنسا. فرنسا حقيقة وجدت نفسها أمام فضيحة كبيرة من خلال الصواريخ التي يعني كانت أو سلمتها لحفتر، وحتى التبرير كان يعني تبرير غير منطقي، لأن هذه الصواريخ كانت موجودة في المنطقة الشرقية، فما الذي نقلها من إلى المنطقة الغربية؟ وبالتالي يعني حتى الصحف تقريبا الفرنسية اليومين الماضيين واليوم أيضا تناولت هذه الجزئية، وهي ما هي إذا كانت فرنسا تشارك في الحرب على الإرهاب في شرق البلاد، فما هو مبرر وجودها في غرب البلاد؟ وبالتالي الآن يحاولون يضعون مخارج لأنفسهم للشعب الفرنسي، وهي فضيحة حقيقة من العيار الثقيل. لو استطاعت حكومة النفاق أن توظفها بالشكل الصحيح، ولو أيضا خرج المتظاهرين بشعارات تندد باشتراك فرنسا في قتل الليبيين، سوف تكون يعني تقريبا ضربة قاسمة لفرنسا، وخصوصا أمام غريمتها في حقوق الإنسان ألمانيا وإنجلترا، لأن هناك حساسية في هذا الوضع. ولكن للأسف الشديد حكومة الوفاق أداها ضعيف، وأنا أعتقد أن الأمر سوف لن يستفاد منه بشكل الأمثل. طيب ما هي قراءتك للمشهد قادم الأيام، وهل ستتجه الأمور للحسم العسكري ربما، أم أن السياسة ستلعب دورا في تهدئة الأوضاع؟ حقيقة هناك غموض، أنا لست بخبير عسكري حتى أستطيع أن أقرأ ما هو موجود على الأرض. برأيك؟ ولكن الغموض اللي موجود في الجبهات حقيقة والقادة العسكريين نحن لا نعلم أسبابه. إذا كان قصناه على ما حدث في غريان، ففعلا نحن لدينا يعني كفاءات وقدرات نستطيع أن نثق فيهم ونستطيع أن نظهر بهم إلى بر الأمان بإذن الله. هذا هو طبعا اللي نستطيع أن نعول عليه، هو ما تحقق في غريان، لأن كنا حقيقة في حالة تذمر، في حالة قلق فعلا، حتى فاجأونا يعني نجاحات وانتصارات قوية. وللأسف الشديد يعني على الرغم أن هي سفك دماء وقتل ولا نرغبه، ولكن مثل ما قلت لك يعني هذا ما أراده المجرمون حقيقة، أن يعني يضعوك في أمام قوة البندقية لترد ببندقية أيضا، وهذا للأسف الشديد يعني ما وصلنا إليه. كنت معنا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي فرج دردور، شكرا جزيلا لك. أصدر المجلس الرئاسي بيانا دان فيه تفجير مقبرة الهواري ببنغازي الذي خلف 5 قتلى وعشرات الجرحى،
قائلا إن الحرب العبثية على طرابلس وفرت مناخا ملائما لعودة الإرهاب. في المقابل ما زالت الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية تكرر الاتهامات نفسها لخصومها في طرابلس دون أن تحقق بجدية في الاختراقات الأمنية لأجهزتها. 5 قتلى و33 جريحا هي حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع بمقبرة الهواري في بنغازي بحسب إحصائيات مستشفى الجلاء للحوادث بالمدينة. التفجير الذي نفذ بسيارات مفخخة ووصف بالإرهابي أثناء وجود قيادات عسكرية تابعة لعملية الكرامة بينها آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة الذي نجا من الحادثة أدانه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأشد العبارات في بيان قدم فيه التعازي لأسر الضحايا وذكر مرة أخرى بأن الإرهاب واحد لا يميز بين منطقة وأخرى أو بين الهويات والصفات وأن الحرب الجارية على طرابلس تمثل أرضية مناسبة لعودة الإرهاب والاستفادة منها. وفي بيان إدانة لعملية التفجير أصدره الجمعة قال المجلس الأعلى للدولة إن أبرز أسباب نشاط الإرهاب في ليبيا هو الانقسام الحاصل بين أبنائها الذي أذكته حروب حفتر وآخرها هجومه على العاصمة. وفيما لم تعلق أي جهة أجنبية رسمية حتى الآن على عملية التفجير فإن مدينة بنغازي التي لطالما اكتوت بعمليات مماثلة سواء قبل ظهور عملية الكرامة أو بعدها ما زالت مثقلة بالتناقضات وتقاطع المصالح بين مكوناتها إضافة إلى ما خلفته الحرب فيها من أحقاد وثارات بسبب الأخطاء التي رافقتها لا سيما عمليات التصفية الميدانية دون محاكمات والقتل خارج القانون وبسبب ما ساد المدينة أيضا من حالات الإفلات من العقاب. ورغم تحذير العديد من القيادات العسكرية في بنغازي أنذاك من اعتماد الحل الأمني وحده لمحاربة ما سمي بالإرهاب إلا أن قيادة عمليات الكرامة اتخذته مبررا لتصفية خصومها والاستثمار فيه وتثبيت وجودها حتى أن الناطق باسم العملية المنشق محمد الحجازي قال في إحدى شهاداته على تلك الحقبة إن الكثير من عمليات الاغتيال خاصة للشخصيات العامة في بنغازي نفذت بأياد استخباراتية حسب زعمه. ورغم اهتراء اسطوانة الإرهاب واعتمادها مبررا أوحد في شن الحروب وتصفية الخصوم خاصة بعد انكشاف كساد بضاعتها في الحرب على العاصمة إلا أن تعليق الفشل على شماعتها ما زال منهجا قويا للتسويق الداخلي والخارجي. إلى ذلك تفاعل عدد من المغردين والنشطاء مع تفجيرات مقبرة الهواري التي سقط جراها عدد من القتلى والجرحى. وطرح المدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات عدة عن هوية الفاعلين والمستهدفين ودوافع التفجير. في مقبرة الهواري وأثناء تشيع جنازة اللواء خليفة المسماري الذي توفي نتيجة المرض في المملكة الأردنية انفجرت سيارة مفخخة تلتها انفجارات أخرى بحسب شهود عيان. أحد العسكريين الذين كانوا حاضرين بالمقبرة حاملا جهاز كشف المتفجرات صاح أكثر من مرة عقب الانفجار قائلا لقد اخترقنا منذ دخلت تلك السيارات. صيحة العسكري تدفع باتجاه أسئلة عدة، لماذا لم تخضع تلك السيارات للكشف الأمني ولأي جهة تتبع ومن منع العسكري من الكشف عليها وإخضاعها للإجراءات الأمنية. عقب التفجير ومقتل 4 أشخاص بينهم مدنيون ردد البعض المهم أن اللواء بوخمادة لم يصب بأذى وكأن من ماتوا ليسوا بشرا وما يهم أن يعيش القادة العسكريون وحدهم. المغردون على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع القضية بردود فعل متباينة، فبينما اتهم مغردون خليفة حفتر بالوقوف وراء الحادثة بسبب سخطه على القوات الخاصة كما يقول المدون سمير الكديكي، فيما اعتبره آخرون فشلا ذريعا للسلطات الأمنية ببنغازي التي تسيطر على المدينة منذ مدة، كما قال الإعلامي محمود شمام وذهب إلى رأي قريب منه الناشط الحقوقي ناصر الهواري الذي قارن بين الوضع في بنغازي وطرابلس بصورة ساخرة مقارنا بين سيطرة ما يدعى بالجيش وسيطرة الميليشيات على طرابلس حسب زعم تيار حفتر. أما المدون فرجيتاو فقد تساءل لماذا يطالبون بتحرير طرابلس حينما يحدث بها أي خلل أمني لأنها أعمال إرهابية، بينما عندما تستهدف مدن يسيطر عليها حفتر يبررون ذلك بأنه عادي ويجري في كل مدن العالم.
ووسط كل ذلك لم يخفي المسماري قدرته الإعلامية في لي أعناق الأحداث ليبرئ ما يعرف بتنظيم الدولة والقاعدة منها، ويوجه الاتهامات نحو خصومه الحاليين في طرابلس على خلاف ما عودنا عليه طوال الأعوام السابقة. وفي ذات السياق، كشف القيادي السابق والمنشق عن عملية الكرامة الرائد محمد الحجازي ضلوع عناصر مخابرات أجنبية في عمليات الاغتيالات التي شهدتها بنغازي بين عام 2013 و2014. وأضاف الحجازي خلال تصريحات له في برنامج الشاهد الذي يبث على شاشة ليبيا الأحرار أن عمليات الاغتيال كانت تهدف لتأجيج الرأي العام لإعطاء حفتر الذريعة للسيطرة على المنطقة وفق قوله. اغتيالات بنغازي الشماعة التي علق عليها خليفة حفتر جميع تحركاته ليطلق بسببها عمليته العسكرية المسماة بالكرامة. بنغازي شهدت بين عامي 2013 و2014 موجة اغتيالات عنيفة استهدفت العشرات من الناشطين والعسكريين من مختلف التيارات، لتوجه بعدها أصابع الاتهام لكتائب الثوار وعناصر أنصار الشريعة الموجودة في بنغازي ذاك الوقت. الجديد في هذه القضية هو ما كشف عنه القيادي السابق والمنشق عن عملية الكرامة الرائد محمد الحجازي حين صرح على شاشة ليبيا الأحرار بضلوع مخابرات أجنبية في عمليات اغتيال العشرات في بنغازي. الحجازي أكد أن عمليات الاغتيال كانت تهدف إلى إثارة الرأي العام في المدينة وإعطاء حفتر الذريعة للسيطرة على المنطقة، مشيرا إلى أنه على يقين تام بضلوع مخابرات أجنبية في اغتيال عبد السلام المسماري ومفتاح أبو زيد والمحامية سلوى بوقعقيص والعشرات غيرهم. أيضا العديد والكثير من الاغتيالات وخاصة للشخصيات العامة كانت اغتيالات مخابراتية لتأجيج الرأي العام وخلط الأوراق وإعطاء ذريعة لمن تورطت فيه ليبيا الآن اللي هو السيد خليفة حفتر. وكشف الحجازي عن وجود اجتماعات قبل عمليات الكرامة جمعت القنصل المصرية في بنغازي آنذاك عمر نظمي وآمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة، ليتبين بعد انطلاق العملية أن نظمي ضابط يحمل رتبة لواء في المخابرات المصرية. ففوجئت لما دخلوا علينا في المكتب أنا وخليفة حفتر وصقر الجروشي أن هو القنصل المصري اللي سابقا التقيت به في مكتب نيس بوخمادة كقنصل كان تحت حماية القوات الخاصة. لم أعتقد أنه شخصية، لم أكن أعلم أنها شخصية مخابراتية، كنت أعتقد أن قنصل يحمل صفة دبلوماسية مدنية، فتفاجأت بأن ضابط مخابرات يحمل رتبة لواء. ورغم أن أعيان بنغازي طالبوا بإيقاف القتال تمهيدا للجلوس مع قادة الثوار الذين أبدوا استعدادهم لمواجهة أي تطرف في المدينة، إلا أن حفتر رفض هذه المطالب داعيا إلى ضرورة إخلاء المناطق من سكانها واستمرار القتال بحسب شهادة الحجازي. ومع وجود مطالبات بالاعتماد على عمليات استخباراتية وأمنية دقيقة للقضاء على العناصر الإرهابية وتجنيب بنغازي الدمار والخراب، إلا أن الحجازي أكد أن حفتر كانت لديه قناعة تامة بضرورة استخدام القوة لإثبات الوجود والقضاء على كافة الخصوم. وإلى الجنوب، حيث اتفقت المكونات الاجتماعية بمدينة مرزق على وقف إطلاق النار في المدينة وإخلائها من المظاهر المسلحة وفتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية. اتفاق هو الثاني بين مكونات المدينة التي اندلعت المواجهات بينها عقب اجتياح قوات حفتر لمرزق ثم انسحابها منها لاحقا، وهو ما أسفر عن أعمال انتقامية بين الطرفين. وقف إطلاق النار في مرزق وفتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية أبرز ما نص عليه اتفاق المصالحة بين المكونات الاجتماعية في المدينة الخميس. عضو مجلس النواب عن مرزق محمد لينو أكد للأحرار أن الاتفاق نص أيضا على تفعيل مؤسسات الدولة في المدينة، إضافة إلى تشكيل لجنة تشرف على بنود الاتفاق بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة. الناشط الإعلامي وائل أحمد أفاد بأن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن،
بسبب الاعتراض على بعض البنود والتي من أهمها فتح الأحياء السكنية، منوها إلى أن اتفاقا مماثلا كان قد وقع في شهر مارس الماضي، غير أن الأطراف المعنية لم تلتزم به، وهو ما خلف آنذاك نحو 28 قتيلا وحرق 70 منزلا، لتتجدد بعدها المعارك في يوليو الجاري مسفرة عن 5 قتلى و20 جريحا و5 مفقودين واحتراق أكثر من 20 منزلا. وحتى قبيل توقيع الاتفاق الأخير لم تتوقف المناوشات بين الطرفين، ما قد ينذر بفشله. تصاعد العنف في مرزق جاء عقب إعلان حفتر سيطرة قواته على مرزق منذ 20 فبراير الماضي تحت ذريعة تطهير الجنوب من العناصر الإرهابية، والجريمة رافقتها عمليات تصفية وأعمال حرق وتخريب لمنازل مناوئين لعملية الكرامة التي انسحبت لاحقا من المدينة، ما أتاح المجال لوقوع أعمال انتقامية بين الطرفين. فهل سيكتب للاتفاق الجديد في مرزق الصمود أمام أي خروقات رغم هشاشة الوضع ووسط غياب أي تمثيل رسمي للدولة المنشغلة بصد العدوان على العاصمة؟ وينضم إلينا عبر الهاتف أمر قوة حماية الجنوب حسن موسى. بداية أهلا بك سيد حسن عبر قناة ليبيا الأحرار. أهلا بك يا أستاذة وأهلا بمشاهدينك الكرام. سيد موسى، هل لك أن تحدثنا عن الوضع في مدينة مرزق الآن بعد اتفاق المكونات الاجتماعية على وقف إطلاق النار؟ نعم، توقع جهدنا بين مشايخ مكونات. طبعا هناك قوة حماية جنوب لعنا مشاركة في هذه الحروب أهلية، قعدنا على ارتياد وشفنا كلمنا حتى المشايخ، وقف اطلاق النار تم باتفاق بطرفين، وقف اطلاق النار حتى يفتح الشوارع والشواطئ الترابيه والمطالع الحكوميه. احنا في انتظار، يعني انتظار اوامر من قياده حكومه الوفاق، قياده العسكريه حكومه الوفاق. نعم، التعليمات يجينا ان شاء الله بالتنفيذ. طيب، واحنا يعني نمشي بالاوامر، ناس عسكريين سيد نعم تحت الاوامر، يعني ما نقدرش نتحرك. سيد حسن، ما هي الضمانات لاستمرار اتفاقيه وقف اطلاق النار في المدينه؟ والله الضمانات من مشايخ المقاطعين ومشايخ المحافظه لضمانه، يعني ما فيش ضمانات اخرى. نعم، طيب كيف هو الوضع في الجنوب بصفة عامة، ومن هي الجهة المسؤولة الآن على تأمين المنطقة، أو بالأحرى من يسيطر الآن على الجنوب؟ لا يوجد أي سيطرة من كلا الحكومتين، لأن احنا موجودين ولكن لا لدينا أي تعليمات بالتأمين أو الحماية أو الحراسة. احنا موجودين قاعدين داخل المنطقة، ولكن قاعدين داخل سكناتنا، ما تحركناش، نستمع اوامر من القياده الحكومه الوفاق، ولكن لا نجد اي اوامر. احنا مستعدين لتامين المنطقه، ويعني البوابات داخل المنطقه احنا مستعدين، لدينا قوه كافيه لتامين المنطقه، ولكن لا يوجد اي اوامر صادره من حكومه الوفاق. طبعا العسكريه تمشي بالاوامر، ما تقدرش تتحرك بدون اي امر. نعم سيد حسن، كقوة حماية الجنوب اعلنتم تبعيتكم لحكومة الوفاق، ولكن اين هي تمركزاتكم الان بالمنطقة؟ داخل تقنياتنا العسكرية اصبح مثل بعض ما اجتياح الاصابات الكرامة، طبعا دعوة من اهالي، احنا انسحبنا ممكن 3 ايام ولا 4 ايام، خشوا على المنازل وخمسوا سيارات وداروا، بعدين يعني روحوا ما قعدوش اكثر من يومين، بعدين يعني خلوهم كافي بالمجرمين والمقام لوحده، وخشت شفت لها طول المنحرات القضائيه، كيف ما تسمع في سوى يعني كويسه خلاها كرامه واحلى. نعم سيد حسن موسى أمر قوة حماية الجنوب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. بعد يوم من عودة ضخ المياه إلى مدن الغرب والوسط، مسلحون يقطعون الكهرباء عن حقول أبار الحصاونة. كل هذه جاءت كشواهد حقيقية قوية دور الإدارة الأمريكية من خلال وزارة العدل ومن خلال مكتب التحقيقات في فتح يعني تحقيق يراجع مثل هذه الجرائم، يطابقها مع القوانين الأمريكية، ثم يستصدر أحكام بالقبض على المواطن الأمريكي الذي ارتكب مثل هذه الجرائم. كان قدم أكثر من 22 مساءلة، فتح تحقيقات في تجاوزات وزارة الخارجية في دعمها للإمارات وللسعودية، أصلاً يعني مسبب إزعاج وقلق داخل الكونغرس الأمريكي لتجاوزات وزير الخارجية بومبيو في تمريرها بدون الرجوع للكونغرس بالطريقة الأساسية. لم تتفاعل بالشكل المطلوب ولم تحقق مطالب الجالية، سواء بالخروج في مؤتمرات إعلامية لإدانة الاعتداء أو لتوضيح موقف ودعم حكومة الوفاق، وهي الحكومة التي هي تجيب لها يعني وزارة الخارجية التابعة لها وغيرها. لقاء خاص مع الدكتور عصام عميش رئيس التحالف الليبي الأمريكي يأتيكم في الأوقات التالية. بعد مرور 100 يوم على العدوان، قوات حفتر تفشل في الميدان وتخلف خسائر بشرية جاوزت الألف قتيل. الرئاسي والأعلى للدولة يدينان تفجير الهواري ويقولان إن الحرب على طرابلس وفرت المناخ لعودة الإرهاب. المكونات الاجتماعية بمرزق تتفق للمرة الثانية على وقف إطلاق النار وإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة. أهلا بكم من جديد. أكد جهاز نهر قطع التيار الكهربائي عن حقول أبار الحساونة بعد إجبار مسلحين مشغلي المحطة الرئيسية على فصل الكهرباء احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن مدن الجنوب لأكثر من يومين. وأوضح الجهاز أن قطع الكهرباء عن الأبار سيترتب عليه توقف ضخ المياه إلى مدينة طرابلس والمنطقة الوسطى والشوارف، مشيرا إلى أنه أحاط مسؤولين بحكومة الوفاق بوجود تهديد بإيقاف ضخ المياه لمطالب فئوية. وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من عودة ضخ المياه إلى طرابلس عقب انقطاعها جراء وقوع حادثة متشابهة. آبار المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي بمنظومة الحساونة سهل جفارة لا يمر شهر أو شهران إلا وقد جرى الاعتداء عليها من قبل مجموعات مسلحة تعمل على نهب وتخريب معدات ومحطات التوليد ومرافق الجهاز، لكن هذه المرة اقتحمت مجموعة مسلحة المحطة الرئيسية وأجبرت عمالها على فصل التيار الكهربائي عن جميع حقول آبار مياه الحساونة من أجل إعادة الكهرباء لمدن ومناطق الجنوب. فصل التيار الكهربائي عن أبار المياه ترتب عليه وفق ما نشرته إدارة جهاز النهر الصناعي توقف ضخ المياه إلى طرابلس، والذي لم يمضي على عودته إليها سوى يوم واحد بعد انقطاعها جراء وقوع حادثة مشابهة، ومن ثم سيتوقف ضخ المياه عن المنطقة الوسطى والشويرف. إدارة الجهاز نوهت إلى أنها أحاطت الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الحكم المحلي ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بحكومة الوفاق في اجتماع عقد الخميس بوجود تهديد بإيقاف ضخ المياه لمطالب فئوية على حد قولها. وتأتي هذه الاعتداءات والمطالبات بإعادة التيار الكهربائي لمدن ومناطق الجنوب وسط تردي الأوضاع بهذه المدن التي تشهد في هذه الآونة تردياً في أوضاعهم المعيشية والخدمية، حيث أكد المجلس البلدي أباري أن الأوضاع داخل المدينة أصبحت لا تطاق جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية والخدمية، فيما قال بلدي الغريفة إن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ترتب عليه أضرار صحية وترد في الوضع الاقتصادي، مناشدين حكومة الوفاق التدخل وإنهاء معاناتهم.
وعلى إثر ذلك عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم الخميس اجتماعا مع عدد من الوزراء والمسؤولين بالشركة العامة للكهرباء لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي وكيفية إيجاد الحلول العاجلة لهذه الأزمة. هذا وأفاد مراسل ليبيا الأحرار بعودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى مدن سبها وغات وأوباري وبلديات وادي الشاطئ ووادي البونيس بعد انقطاع تام استمر عدة أيام. وتعاني المنطقة الجنوبية من انقطاع شبه تام للكهرباء، ما دفع عمداء بلديات بالمنطقة إلى التحذير من تدهور الأوضاع في الجنوب جراء انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن المرافق الصحية والخدمية، مناشدين حكومة الوفاق التدخل لوضع حد لمعاناتهم. عودة تدريجية للتيار الكهربائي إلى المنطقة الجنوبية بعد أيام من إظلام شبه تام عاشته المنطقة الأكثر تهميشا في البلاد. عودة تأتي بعدما أكدت مجالس بلدية في الجنوب أن الأوضاع أصبحت لا تطاق جراء انقطاع التيار الكهربائي على المرافق الصحية والخدمية وانعدام السيولة النقدية وشح إمدادات الوقود إلى جانب تردي البنية التحتية. المجالس البلدية دعت حكومة الوفاق والمنظمات الدولية والمحلية إلى التحرك العاجل لإنهاء معاناة سكان المدينة ومعالجة مختنقاتها، مختنقات امتدت إلى المنطقة الغربية التي تعيش بعض مدنها أيضا انقطاعا شبه تام للكهرباء، وهو ما دفع المجلس البلدي بسوق الجمعة للتحذير من نفاد صبر أهالي البلدية مع قيام شباب من المنطقة بإغلاق الطرق الرئيسية فيها. المجلس طالب البلديات المتضررة من هذه العملية بالوقوف مع بلدية سوق الجمعة مع استمرار ما وصفه بالظلم والتمييز المستمر في قطع الكهرباء ساعات طويلة. كما ندعو كافة مجالس البلديات الأخرى المتضررة مثلنا من الظلم المتعمد ومن التمييز المستمر ضدها في قطع الكهرباء أن تنضم إلينا وأن تتبنى مطالبنا لنكون معا صوتا موحدا مؤثرا. وتفاقمت معاناة طرابلس بعد إيقاف تدفق المياه إلى المدينة جراء قطع التيار الكهربائي عن حقول آبار الحساونة بعد إجبار مسلحين مشغلي المحطة الرئيسية على فصل الكهرباء احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن مدن الجنوب لأكثر من يومين. وتواجه شركة الكهرباء عجزا في توليد الطاقة نتيجة الاعتداءات المتكررة على محطاتها والذي أدى إلى فقدان قرابة 500 ميجاوات من الإنتاج في وقت تتوقع فيه دخول محطة أوباري إلى الخدمة خلال اليومين القادمين، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة. وتعزو شركة الكهرباء الانقطاع المستمر لتضرر الشبكة بسبب الحرب والاعتداءات المتكررة على المحطات وأعمال التخريب والسرقة، إضافة إلى عدم امتثال بعض المناطق لطرح الأحمال وعدم ترشيد استخدام الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة. وللحديث أكثر عن ملف الكهرباء ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء السيد محمد الدكوري. أهلا بك سيد محمد عبر قناة ليبيا الأحرار. أهلا وسهلا بك سيد الدكوري. انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في مناطق وإظلام تام في مناطق أخرى يزيد من عتاب وشكوى المواطن على الشركة، كيف تعلق على هذه الجزئية؟ أولا لا يوجد في أي منطقة الآن إظلام تام، حتى المنطقة الجنوبية تم تغذية مناطق الجنوب بالطاقة الكهربائية، وبحمد الله وصل التيار الكهربائي إلى سبا وباري غات كل المناطق الجنوب. ولكن للأسف الشديد عندما نسمع كلمة ظلم متعمد، لم الظلم متعمد عندما تقوم مجموعات مسلحة بالدخول إلى محطتي تحويل الخمس مفاتيح 400 و220 ولم نسمع أي شخص خرج في قناة مسموعة ومرئية وأذان هذا. عندما دخلت مجموعة مسلحة إلى محطة النهر رقم 1 وقامت بإقفال المحطة وقامت بإقفال خطوط رئيسية أدت إلى تذبذب الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، لم يخرج أي شخص ويدين هذا العمل.
عندما دخلت مجموعة مسلحة إلى الحرشة وقامت بإطلاق النار في المحطة لم نسمع أي شخص يخرج في القنوات المرئية. طيب سيدة كوري. هذا العمل. سيدة كوري. ولكن لطالما الاعتداءات أصبحت متكررة على شركة الكهرباء وعلى محطات التوليد والعاملين بها، هل هناك مساعي ربما لتأمين الشركة ولتأمين الموظفين داخل المحطات؟ أنا علقت على كلمة الظلم المتعمد فقط، ولكن يوم الخميس الماضي طبعا الشركة تقوم بجهود كبيرة بصراحة لعملية التساوي في طرح الأحمال، ويوم الخميس تم الاجتماع في الاجتماع موسع في المجلس الرئاسي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج، كما أفادني المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي الساسي، وبحضور وزير التخطيط ووزير المالية وحضور عضو المجلس الرئاسي السيد أحمد ماتيق، وتحصلت الشركة العامة للكهرباء على وعود صادقة بحل المشاكل الأمنية والمالية على حد سواء، وهذا ما يتلو صدور العاملين بالشركة العامة للكهرباء. يعني المواطن يعتقد أن هناك ظلم متعمد، الشركة العامة للكهرباء قامت بجهود، ولكن للأسف الشديد على سبيل المثال عندما قامت بوضع خطة لصيانة العديد من محطات التوليد في شهر 3 باندلاع الاشتباكات في جنوب طرابلس، خرجت الشركات الأجنبية المشرفة على صيانة بعض وحدات التوليد في الرويس والخمس وجنوب طرابلس والزاوية، ما عسى الشركة العامة للكهرباء أن تفعل في هذا الوضع، بالإضافة إلى تعثر يعني تنفيذ أو إتمام محطات التوليد الجديدة اللي هي وباري الخليج البخارية غرب طرابلس، وحتى المحطات السريعة اللي وضعتها الشركة العامة للكهرباء منذ سنتين، وحدات سريعة الإنجاز ذات الطابع الاستعجالي إلى حد الآن لم ترى النور. بالرغم من ذلك وبالرغم من عزوف الشركات الأجنبية، الشركة العامة للكهرباء ذهبت إلى أبعد من ذلك، قامت بإفاد مهندسين أكفاء وطنيين ليبيين إلى ألمانيا، هم الآن تحت أشعة الشمس الحارقة في أوباري، تركوا عائلاتهم، تركوا مصالحهم الشخصية، متواجدون منذ أشهر، وبإذن الله سنبرهن لكل من يشكك في قدرة الشركة العامة للكهرباء خلال اليومين القادمين على نجاح هؤلاء المهندسين في تشغيل الوحدة الرابعة في محطة توباري. سيدة كوري، ما هي المحطات التي تتطلب أو تحتاج إلى أعمال صيانة يعني في هذا الوقت التحديد، والتي ربما يعني تخفف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟ هي لعلم الجميع أن كل وحدات التوليد من المفترض أن تكون لها صيانة دورية سنوية نسمو فيها عمرة جسيمة. للأسف الشديد عندما وضعت الشركة الخطة في شهر 3 يعني قبل الذروة الصيفية بحوالي بأربعة أشهر وخمسة بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، حدثت الاشتباكات في الجنوب، خرجت هذه الشركات التي من المفترض أن تكون قامت لصيانة هذه الوحدات التوليد، واكتسبنا قدرة إنتاجية حوالي 600 ميجا وات، من المفترض أن تكون على الشبكة أكثر من 600 ميجا وات. الوحدات الإنتاجية هي في الرويس وفي الخمس وجنوب طرابلس والزاوية، يعني لدينا مشكلة الآن في محطة الزاوية أن الوحدات التوليد الغازية أولا هذه تتأثر بدرجات الحرارة كثيرا، وثاني لغياب العمرة الجسيمة أو الصيانة الدورية، في الأسبوع الماضي خرجت حوالي 3 مرات، ويقومون المهندسون الليبيون بإدخالها في وقت قياسي، فمشاكل عديدة تعاني منها الشركة العامة للكهرباء مالية وأمنية، ولكن اجتماع يوم الخميس أتلج صدورنا، وبإذن الله إذا انحلت المشاكل الأمنية والمالية سوف تعمل الشركة العامة للكهرباء على العديد من صيانة وحدات التوليد لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وأيضا حتى استكمال المشاريع المتوقفة أو إنجاز وحدات سريعة ذات الطابع الاستعجالي بإذن الله. السيد محمد أدكوري مدير مكتب الإعلام بشركة الكهرباء كنت معي عبر الهاتف من طرابلس، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
بعد مرور 100 يوم على العدوان، قوات حفتر تفشل في المجدان وتخلف خسائر بشرية جاوزت 1000 قتيل. الرئاسي والأعلى للدولة يدينان تفجير الهواري ويقولان إن الحرب على طرابلس وفرت المناخ لعودة الإرهاب. المكونات الاجتماعية بمرزق تتفق للمرة الثانية على وقف إطلاق النار وإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت liberahrar.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.